له طريقة معينة، ولكن عندنا هنا مثلا في الشوكولاتة بيبقى فيها تحت كده ديسك من الكيك شوكولاتة. تعالوا نشوف مقاديره، وبعد كده نشوف مقادير خليط الموس نفسه. حتى لو مش عايزين نعمله بالسبونش ده او بالكيك ده، ينفع يتعمل ده لوحده. يبقى عندي هنا عندي حاجتين، الخليط بتاع الموس والخليط بتاع الكيك. يلا بينا نقول المقادير بتاعت خليط الكيك. عبارة عن 3 بيضات ونص كوباية من السكر ورشة فانيليا ورشة ملح، وكمان عندي كوباية الا ربع من الدقيق ومعلقتين كاكاو ونص معلقة بيكنج باودر. بس كده؟ اه بس كده. شايفين البساطة في الكيك اللي تحت ده؟ لان انا مش عايز اعمل كيك عالي، ده انا باخد كيك رفيع كده بارتفاع 1 سنتي علشان اقطع منه قطعة احطها في الفورمة اللي انا هعمل بيها، اللي انا هحط فيها الموس. يلا بينا. بسم الله. اول حاجة هناخد البيض، 3 بيضات، وننزل عليهم بالسكر، وهنخفق عادي جدا، نعمل فوليوم لغاية ما تطلع معانا وترفع معانا. وبعدين هنيجي هنا هناخد الكاكاو اهو، نضيفه على الدقيق وكمان البيكنج باودر ورشة الملح. تمام التمام كده، حلو. ونقلب الخليط ده مع بعضه. يبقى انا هنا عندي خليط ناشف، كمية صغيرة قد ايه؟ اه حاجة يعني كلها جت في بولة صغيرة، خليط الكاكاو مع خليط البيكنج باودر والدقيق، بنقلبهم مع بعض. وفي نفس الوقت انا بضرب السكر مع البيض. الكيك ده ينفع يا شيف يسري لوحده كده نعمله بأي حاجة؟ اه طبعا ممكن. فاكرين تقريبا يوم الاثنين اللي فات عملنا نوع من انواع الحلويات، عملنا تيراميسو، وعملنا كمان عملنا نوع من الفادج كيك والصخر كيك. برضه ممكن نستعمل ده بره الموضوع. زي ما قلت الموس، لو انا عايز استعمل موس لوحده احطه في كاسات او في كوبايات من غير ما احط فيه الكيك، يبقى ما فيش مشكله خالص. يبقى هنا مقادير الموس لوحدها اهي هقولها، ومقادير الكيك زي ما شفنا لوحدها. هنرجع نجيب ده هنا نعزلهم عن بعض، وتعالوا نقول مقادير الموس بقى بتاع الشوكولا. مقادير الموس شوكولا حاجه غنيه حلوه قوي. اول حاجه عندي معلقتين من الجيلاتين وعليهم نص كوباية مية، معلقتين من الجيلاتين ونص كوباية مية، وكوبايتين كريمة لباني مخفوقة، كوبايتين كريمة لباني مخفوقة. أنا ما حطيتش سكر على الكريمة اللباني ليه؟ لأن أنا عندي هنا كمان نص كوباية من العسل الأبيض، وعندي كوباية ونص من الشوكولاتة السايحة الباردة، وعلى الوش شوية كاكاو. ده مقادير الموس. يبقى عندي كوبايتين كريمة لباني مخفوقة، كوباية ونص من الشوكولاتة حوالي 300 جرام سيحناهم في حمام مائي. اوريكم بس بعد ما بتبرد معانا يعني ايه سايحه بارده، يعني بدرجه الحراره لا تتجاوز 40 درجه. اهي شوكولاته سايحه بارده، ودي هنا كوبايتين كريمه لباني بدون سكر، وهنا عسل اهو. تمام العسل اهو، نص كوبايه من العسل، الكاكاو ده للوش، الجيلاتين اهو. تمام هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه بسيطه قوي. هناخد الجيلاتين، هنحط الميه ندفيها وننزل عليها بالجيلاتين والعسل، بندفي فقط مش بنسخن وانا بنغلي. تاني اهو ندفيها فقط الميه. جميل اهو تمام، دابت معايا، دفيت بقت دافيه اهي، بس بدوب كده الجيلاتين عشان ما يبقاش فيه اي كتل اهو. يلا بينا هنشيلها خلاص. حلو قوي. هنزل عليها بالعسل هنا علشان يبرد لي هنا تاني الجيلاتين، يبردهولي ما يخلوش سخن، يعني اما اجي اضيف عليه الكريمه والشوكولاته ما يخرصش معانا. العسل اهو تمام، نص كوبايه على الجيلاتين، ونقلبهم مع بعض كده، ندوبهم مع بعض. تاني هفكركم انا عملت ايه، يا دوب سيحت الجيلاتين في ميه وشلتها من على النار وضفت عليها العسل، داب اهو. وهنرجع دلوقتي على الخليط بتاعنا بتاع الدقيق مع الكاكاو، وهنا 3 بيضات مع السكر بدأوا يجمدوا معانا، او بدأ يعمل معانا الفوليوم اللي احنا عايزينه مع بعض. هننزل بالفانيليا السايله. تمام، وانا هنا مستني برضو الخليط بتاعي يبقى يبرد شويه، مش عايزه سخن،
يبقى عندي هنا جيلاتين دوبناه مع ميه دافيه، ممكن ما احطش على النار خالص، وحطيت عليه العسل دوبته تمام اهو. بقى خليط، بصوا بقى لو بصينا كده الاسباتولا مفيش اي كتل، ما فيهوش اي كتل خالص، ده اللي انا عايزه، علشان كده دفينا الميه اهو، ما فيهوش كتل خالص، ما فيهوش اي انواع من الكتل اهو تمام، كله مع بعضه خليط واحد ليكويد تمام. حلو قوي، بقيت خبره يا ريس والله، يعني عايزك تيجي تقف معانا والله خبره تمام. هنا بقى الخليط بتاع الكيك او الاسبونج او البيض مع السكر اتجمد معانا اهو، وكما عودتكم هنفصل. شايفين عامل ازاي القوام؟ كريمي روعه الروعه. هنفصل كده ونعمل ايه، ناخد المضرب بتاعنا وناخد الحله بتاعتنا دي وهنحط واحده تانية حلو، وهننزل بقى الخليط ده الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر. وانا التقليبه دي حلوه قوي بالراحه اهي، عشان يفضل معانا القوام ده زي ما هو، شايفينه اهو القوام ده، يفضل الهواء موجود جواه اهو تمام. يلا بينا نحط شويه تانيين ونقلب تمام اهو. حلو قوي، جميل، حلو كده. ازود تاني دقيق مع كاكاو مع كيك بيكنج باودر لغايه ما نخلص الكميه. اهم حاجه في التقليبه دي، التقليبه دي ما تخليش الهواء اللي موجود في البيض مع السكر يهبط معانا تمام. والسبونج عشان انطلب مننا كذا مره، ده نوع من انواع السبونج كيك بس بالشوكولاته، لو احنا هنعمله ساده هقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي اهو. جميل، نقلب واحده واحده. اللي انا بعمله ده اساس في الاسبونج، علشان لو ان الخليط بتاعي بتاع السكر مع البيض عمل كتله زي العجينه كده خلاص، يبقى هنرميه مش هنستعمله خالص. خلصنا كل الكميه، شايفين التقليبه دي، ممكن بسباتولا اه ممكن بسباتولا عادي جدا مفيش مشكله، هفضل معاها لغايه ما يبقاش فيها كتل خالص، وهوريكم شكلها دلوقتي، وهنفضيها مع بعض في الصينيه بارتفاع تقريبا 1 سنتي او اقل. انا عايز منها قطعه هنعملها الارضيه اللي هنشتغل بيها دلوقتي تمام. هنيجي بقى نجيب، شكرا يا محمد، صينيه. الصينيه دي مدهونه بماده دهنيه ومحطوط فيها ورقه زبده مدهونه بماده دهنيه، او نحط فيها سيليكون، بس ورقه الزبده افضل عشان خاطر ايه، للاستعمال مره واحده، للاستعمال مره واحده. وزي ما احنا كده شايفين الخليط بتاعنا اهو اهو، ننزل، الله ينور اهو تمام. شايفين بقى الجمال واللمعه الموجوده، انا قلت عايز كميه صغيره مش عايز كتير، علشان كده انا عامل 3 بيضات بس بمقادير بسيطه، عشان في الاخر عايز احصل على ديسك حواليكم قوامه دلوقتي. بفردها لغايه ما تملى معايا الصينيه بتاعتي بارتفاع تقريبا 3 ارباع سنتي 1 سنتي، هي كده كده هترفع لان فيها بيكنج باودر هترفع معانا شويه. بفضل افرد فيها كده عشان تملى معايا. الزياده باخدها طبعا لو انا محتاج اعمل 2 فورمه من الموس، عايز اعمل كميه اكبر مفيش مشكله، يعني الصينيه دي تعمل فورمتين من اللي احنا هنعملهم، تعمل 2 مش واحده بس تمام اهو. لو بصينا على الارتفاع وهتطلع معانا ان شاء الله، وهوريها لكم في اخر الحلقه وهي طالعه معانا زي الفل. حلو قوي كده تمام. هنخبط على التخبيطه اللي احنا بنعملها دي، نفرغ الهواء الموجود فيها وناخدها ندخلها جوه الفرن. درجه الحراره 180، تاخد لها تقريبا زي ما هنشوف دلوقتي ربع ساعه اكتر شويه مفيش مشكله. هقفل عليها ونظبط درجه الحراره ونسيبها. في الاخر هتطلع معانا ناخد منها قطعه اهي، شايفين بعد ما طلعت معايا اهي، حلو قوي. هناخد قطعه منها على قد الفورمه دي ونحطها كده تحتها بلاستيك فيلم. نرجع هنا تاني للجيلاتين اللي احنا دوبناه مع الميه ومعاه كمان نص كوبايه العسل، وهنعمل ايه بقى؟ هننزل
عليه بالشوكولاتة بالراحة، واحدة واحدة كده مع التقليب. اهو تمام، بعد ما يتقلب معايا كده خليط الشوكولاتة كله حلو كده، هاجي اخد شوية من الكريمة، معلقتين ثلاثة. المرحلة اللي أنا بعملها دي أهم ما في الموضوع، الشوية اللي أنا بعملهم دول ليه بقى؟ علشان الهواء الموجود جوه الكريمة ما ينزلش معايا. بعد ما بحط الكمية دي وأقلبهم من فوق لتحت ومن تحت لفوق كده بالراحة خالص 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 مع بعض، جميل، وأحس إن خلاص يعني بقى امتزجوا مع بعض، هضيف عليهم بقية الكريمة دفعة واحدة، مش هخاف بقى. لكن في الأول لازم أقلب برفق خالص. حاجة تانية معلومة، لو أنا عندي الكزرونة بتاعتي دي سخنة مش هينفع إن أنا أقلب فيها. طبعا أنتوا عايزين تشوفوا الشكل، فهنفضيها هنا عشان تشوفوا في الإزاز أفضل أهو. تمام، لو الكزرونة بتاعتي سخنة ما نقلبش فيها، عشان كده أنا قلت يا دوب دفتها علشان أدوب فيها الجيلاتين، وحطيت عليها العسل، وأدي الخليط بتاعي الكريمي اللي أنا بتكلم عليه. تمام، حلو قوي. بفضل اقلب كده لغايه ما يبقاش فيه كتل خالص معانا. شايفين المنظر بقى؟ دي شوكولاته خام، روعه الروعه، حلو قوي. شايفين المروار وشايفين كمان اللون الروعه بتاعنا. هنزل بقى كده الكريمه بتاعتي دفعه واحده، كريمه لباني مخفوقه، ونقلب من فوق لتحت، جميل كده، حلو قوي. شفتوا في الاول انا كنت بقلب برفق وخايف ان هي الخليط يهبط معايا، لا دلوقتي بقلب اهو. شوكولاته يا شيف ياسر ما خرزتش، ما احنا بنتكلم على كده ان الشوكولاته لازم تكون سايحه بارده. لو الشوكولاته بتاعتي زي ما بنقول سخنه هتنزل على الكريمه، هتخرز الكريمه او هتخرز الشوكولاته. عشان كده انا حابب اوريكم المنظر العام اللي احنا شايفينه ده، بقلب بقى مش خايف اهو بسرعه. كل ما بقلب كل خليط الكريمه ما بيتجانس معايا. ده أهم حاجة في الموس، المرحلة اللي أنا بعملها دي أهم مرحلة في مراحل الموس اللي أنا بعملها دي. نيجي بقى نفضي في كاسات، نفضي في كوبايات، نفضيها على الاسبونش اللي احنا عملناه ده بتاع الشوكولاتة، مفيش مشكلة خالص زي ما انتم شايفين. أمسح بس إيدي كده عشان جه عليها قطعة كريمة، ونصب الخليط. بصوا بقى على الجمال والروعة، نقول بسم الله. بصوا بقى، بصب لغاية مملة. لو أنا مستعجل وعندي ضيوف وعايز أكلها سريعا هحطها في الفريزر نص ساعة لتلات أرباع ساعة. لو أنا مش مستعجل بقى عليها أحطها في التلاجة أربع ساعات. تمام، تخبط عليها التخبيطة بتاعتنا دي عشان تسويها. ممكن نحط شوية كمان نملة، ما تقلوش شيف يسر، احنا بنملاها للاخر. طبعا بص المنظر، حلو قوي، استوت معايا وتمام التمام. بنجيب معانا مصفى والكاكاو اللي عندنا، وانا عندي هنا طبعا قبل كده في واحده موجوده بس سبتها لما تجمد خالص، ده شكلها طلع معانا زي الفل. يبقى ده قبل وده بعد، ده قبل وده بعد، هم مع بعض هم. تمام، نعمل ايه بقى؟ نيجي كده، شايفين اهي متجمده معانا روعه الروعه. دي خدت اربع ساعات في الثلاجه، دي تقعد زي ما قلنا لو انا مستعجل وعندي ضيوف وعايز بسرعه نقدمها هناخدها نقدمها، ولكن بعد ما تقعد في الفريزر ساعه الا ربع. اما دي في الثلاجه خدت الاربع ساعات فما فوق لغايه ما تتجمد معانا، وننزل عليها ونقول بسم الله بالكاكاو. هو انا ممكن احط حاجه غير الكاكاو يا شيف يسري؟ ممكن نحط على وشها شوية صوص كراميل، ممكن نحط عليها شوية من المروار، كل اللي انتوا عايزينه نحطها. يعني أنا ممكن، أنا حطيت طبقة كاكاو أهو، ممكن أجيب لو عندي شوية مروار جاهزين أخدهم وأضيفهم على الوش. بس طبعا إحنا حطينا هنا كاكاو، يبقى لازم نكمل الطبق حروفه عشان يبقى كده شكل الجرنش بتاعنا صح. حلو كده، جميل. همسح بس، هنغير الأماكن دي كده هنا، ونجيب دي جنبها كده، وامسح الكاكاو اللي نزل معانا ده، وبعد كده نقول لكم بألف هنا وشفا. زي ما قلت جرنش بسيط عبارة عن كاكاو فوق الموس.
عايزين تحطوا بقى شويه راسبوري، توت بري، تحط كل الاشياء اللي انتوا بتحبوها. فراوله عندي، ممكن شوكولاته متقسمه، ممكن كل ابداعاتكم تعملوها. يعني مثلا لو انا جبت شويه شوكولاته بيضه حطيتهم على كيس بلاستيك وقطعتهم رفيع كده، نحط باي شكل اهو. يلا بينا، بسم الله. اي شكل، اي تجزيعه، اي موضوع احنا عايزين نعمله. المواضيع سهله قوي والديكوريشن سهل جدا، عشان كده عملنا مع بعض في الصيف اللي احنا فيه دوت شويه موس. لما نرجع هنعمل تاني الاسبونج الابيض ونعمل موس الكراميل. بعد فاصل سريع، ما حدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع دايما هتشوفوه مع يسر برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض احلى موس شوكولاته. تعالوا دلوقتي نعمل موس الكراميل ونوريكم هنعمل الكراميل ازاي مع بعض واحده واحده، وكمان نعمل الاسبونج اللي بنتسيل عليه كتير. بس ده احنا عملناه الكيك او الاسبونج البني او الكاكاو او الشوكولاته، ده طلع معانا اهو اللي احنا لسه عاملينه قدامكم. هنسيبه يبرد خالص وناخد منه بعد ما نشيل الوش القطعه اللي احنا حطيناها تحت مع الموس. تعالوا مع بعض بقى نقول مقادير موس الكراميل والاسبونج بتاعه. اول حاجه موس الكراميل، للكراميل كوبايه سكر وكوبايه وربع كريمه ومعلقتين زبده. للكراميل اللي هنعمله كوبايه سكر وهنا كمان كوبايه وربع كريمه ومعلقتين زبده. وبعدين عندي 4 كوبايات من الكريمه اللباني المخفوقه بدون سكر، اتجمدت معانا اهي. انا طبعا بخفق الكريمه دايما قدامكم علشان خاطر ما ناخدش وقت، تمام. وبعدين عندي 2 معلقة من الجيلاتين و2 معلقة من الميه الدافيه علشان ده اللي هيربط معايا موس الكراميل، تمام. الاسبونج هو عباره عن 5 بيضات و3/4 كوبايه سكر و3/4 كوبايه من الدقيق و1/2 معلقة فانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. ويلا بينا عشان نعمل مع بعض الاسبونج. الاول هناخد البيض اهو مع السكر ونخفقهم، وبعد كده نوريكم هنعمل ايه اهو. تمام، 3/4 كوباية سكر يعني تقريبا 150 جرام على 5 بيضات، و3/4 كوباية الدقيق يعني تقريبا 100 جرام 105 جرام، عشان برضو الناس اللي متابعنا من بره يعرفوا احنا بنعمل ايه. تعالوا بقى نعمل مع بعض كراميل. هناخد كوباية السكر اللي هي 200 جرام اهو ونحطها هنا ونضيف عليها 2 معلقة مية بس. انا ممكن اعمل من غير المية لكن انا عشان خاطر هتحرك فمش عايز ارجع لقاها محروقة الاقي عندي الكراميل بتاعي اتحرق. عشان كده حطينا السكر اهو واضفت عليه 2 معلقة مية واحدة واسيبه يغلي مع اديني بس الكراميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، صوص الكراميل. الدرجة بتاعت الكراميل لو كل هنغمق هتطلع معانا غامقة، هنفتح هتطلع معانا فتحة، بس ما نخليهاش توصل للبن الغامق لان لو وصلت للبن الغامق هتمرر، صوص الكراميل هيمرر معانا. يبقى احنا كده هنزود سرعة هنا، وكالعادة هنحط البيكنج باودر على الدقيق ونقلبهم مع بعض. انا بعمل الحركة دي ليه؟ علشان خاطر ما يبقاش في حتة عالية وحتة واطية في الخليط بتاعنا، كله يتقلب مع بعض التقليبة دي. جميل، حلو قوي كده. وهنروح مع بعض تاني علشان نكمل الكراميل. اول ما هيرفع معايا ويتجمد هنزل عليه بالدقيق وانزل عليه كمان بالفانيليا، ولكن زي ما قلت صينية فيها ورقة زبدة مدهونة من تحت ومن فوق بمادة دهنية علشان اما انزل فيها. بصوا بقى، يعني مثلا دي انا حاطط فيها ورقة الزبدة اهي، لما اجي ارفعها هتترفع معايا، هقربها لكم اهي، هتترفع معايا سهلة من فوق ومن تحت، تمام؟ اهو اهو شايفين؟ كل شيء قدامكم طبيعي 100%، بتطلع معايا بمنتهى السهولة. عشان كده ودي لسه سخنة، اما تبرد هتطلع اسرع كمان، وده السمك اللي احنا عايزينه زي ما قلت 1 سم. نرجع تاني للكراميل، يغلي معانا، بدأ لونه هيغير اهو. كوباية سكر على 2 معلقة مية، اول ما هيوصل للون اللي انا عايزه هضيف عليه الزبدة والكريمة. ادي الكريمة 1.25 كوباية والزبدة بتاعتنا
طب انت حاطط زبده ليه يا شيف يسري؟ هقول لكم ليه، لان طبعا انا عايز الكراميل بتاع الموس يبقى تقيل شويه بالشكل ده اهو، عايز الكراميل بتاع الموس بعد ما يبرد يبقى تقيل كده، شايفينه؟ فانا حاطط كريمه وزبده، الزبده هي اللي وصلته للقوام ده، تمام؟ انا حبيت اوريكم كل شيء، بس طبعا ده انا عامله وسايبه يبرد معانا، بس هنفضل مع بعض الكراميل لغايه ما اوصل للمرحله النهائيه. لو بصينا هنا هنلاقي البيض طلع معانا ورفع زي الفل اهو، معانا بالراحه خالص، واحده واحده لغايه ما نوصل للي احنا عايزينه. شايفين هنا؟ الله الله ينور يا استاذ ياسر، الله ينور يا حبيبي. ننزل بالفانيليا، وكمان خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزه واتجمد معانا وزي الفل. هنبطل وهنرفع، وزي ما عودتكم انا بعملها بالمضرب، ممكن بالاسباتولا ممكن بالاسباتولا، بس بالمضرب بتخلط معايا كويس. بصوا بقى اهو، نزل معلقه دقيق ونقلب عشان يفضل الخليط اللي انا عامله ده الهواء جواه اهو، تمام؟ حلو قوي. معلقه ونقلب، شايفين الحركه دي؟ بتطلع معايا الخليط متجانس وروعه الروعه. ممكن احطه والعجان شغال اه، بس اجيبه على السرعه البطيئه. بس احيانا لو المضرب بتاعي ما بيجيبش لغايه يعني الحله من تحت كده، ممكن يسيب كتل تحت، فعشان كده انا بقلبه بايدي افضل اهو عشان اقدر اتحكم فيه، تمام. اخر بقى معلقه ونقلب، شايفين القوام عامل ازاي؟ هوريه لكم دلوقتي، بس بعد ما نوصل لاخر مرحله. هنا الكراميل عندي موجود، هشيله دلوقتي واوريكم بالراحه خالص. الله ينور عليكم اهو، جميل، حلو قوي. القوام بتاعنا اهو، شايفين؟ كل خطوه بنعملها ده الاسبونج، اسهل واسرع اسبونج ممكن نعمله في التاريخ اهو. تاني، اسهل واسرع اسبونج ممكن نعمله في التاريخ، ومكوناته زي ما قلنا الخمس البيضات. خد يا محمد من فضلك، خمس بيضات وعليهم نص ثلاث ارباع كوبايه سكر وثلاث ارباع كوبايه من الدقيق ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه فانيليا. صوص الكراميل يلا بينا، وصل للون اللي انا عايزه اهو اهو اهو، حلو قوي. شايفين اللون ده؟ هنزل بالكريمه دفعه واحده، وانا بنزل ببعد وشي، شايفين البخار؟ كميه البخار اللي طالعه دي غلط طبعا، لازم نبعد كده عنها خالص ونقلب على النار لغايه ما يدوب معايا خالص. طبعا سلامتنا في المطبخ اهم شيء. حلو قوي كده، بنقلب. بصوا بقى لسه في كتل اهي، بفضل معاه لغايه اهو اهو، في كتل موجوده معانا، بفضل اقلب لغايه ما يدوب خالص معايا، وبعدين ننزل بالزبده. تمام التمام كده، على النار نفضل نقلب كده لغايه ما يوصل للكثافه اللي انا عايزها. حلو، اسرع واسهل كراميل، وكمان طبيعي 100%، احنا عاملينه في البيت ما عليهوش اي مواد حافظه، ما عليهوش حاجات. انا دلوقتي طبعا وكل ده زي ما قلنا بالكراميل بتاعنا بالكريمه والسكر، بس عايز اقول حاجه، لو انا بعمل كراميل عادي ممكن احط كوبايه سكر على كوبايه كريمه، لو انا بعمله مثلا هغطي بيه حاجه او كده يبقى اخف شويه، لكن ده انا متعمد ان هو يبقى فيه زبده وكريمه كتير عشان يطلع تقيل بالكثافه اللي احنا شايفينها دي اهو. ما سبتوش ولا لحظه، بفضل اقلب فيه كده، اما احس ان القوام بتاعنا وصل للي انا عايزه هرفع من على النار كمان، وانا بقلب كده اللون بيتغير، اللون بتاعنا بيوصل اهو، اللون بدا يغمق سنه اهو، تمام؟ كان فاتح في البدايه، وكمان خلاص كل الكتل اللي فيه اتشالت، ما فيهوش اي اهو، سائل اهو. حلو، هسيبه على النار كمان ثواني، هنضب بس حواليه كده علشان لسه هنعمل حاجه تانية دلوقتي، تمام؟ حلو كده، تمام اهو، جميل. هبعده عن النار شويه وهبقى ارجع له بعد شويه تاني، وهنيجي ناخد بقى الاسبونش بتاعنا اللي احنا عملناه نفضيه وندخله الفرن على درجه الحراره زي ما قلنا. انا عايز اسبونش رفيع مش عايزه تخين، لو انا عايز اعمل كيك بقى هحطه في فورمه مدوره وادخلها الفرن هترفع معايا، هقطعها ثلاث ديسكات، لكن دي انا عايزها زي دي بالظبط، عايزها 1 سم، فهنزل
الخليط الله ينور اهو يا جماله، كل حاجة طبيعية 100%، مفيش حاجة بنعملها. ده الاسبونج على أصوله بمكونات بسيطة ما فيهوش أي تعقيدات، وطبعا بنتسيل دايما عليه، يعني كل أسبوع مفيش بيعدي غير لما بنتسيل على الاسبونج. هنفرد بالراحة، نملى تمام، بعد كده هنخبط التخبيطة بتاعتنا اللي احنا بنعملها دي عشان الهواء يطلع معانا، وهندخل الفرن درجة الحرارة 180 لغاية ما يطلع معانا يبقى بالشكل ده. سين سؤال بقى، اللي انت عملته ده هياخد ال 35 دقيقة اللي انت بتقول عليهم يا شيف يسري؟ لا. ليه؟ لأن أنا هنا عامل 1 سنتي، 1 سنتي هياخد له من 20 ل 25 دقيقة، لكن لو أنا عامل فورمة كبيرة ارتفاعها مثلا حوالي 10 سنتي يبقى لازم اسيبه ال 35 دقيقة. بكرر، لو انا حاطط الاسبونج طبقة رفيعة خالص زي ما انا عامل كده يبقى انا محتاج احطها في الفرن من 20 ل 25 دقيقة، لكن لو انا حاطط الطبقة الكبيرة اسيبها 35 دقيقة من غير ما افتح عليها. الكراميل خلاص جاهز اهو بتاعنا، هسيبه بقى يتلج معانا خالص لغاية ما يوصل للقوام بتاعنا ده، وبعدين هنيجي نعمل ايه بقى؟ بقى اهو هسيبه ده كده بفضل معاه لغايه، طبعا انا هحطه على النار تاني لسه، لكن انا مش عايزه يبقى غير ان هو بالشكل ده تمام. في بوله اوسع، بعد ما هفضيه كده هنزل عليه بقى بالكريمه بتاعتنا شويه بشويه، وهدوب الجيلاتين الاول قبل ما احط الكريمه تمام. الجيلاتين هناخده علشان ندوبه مع شويه الميه الدافيه، وبعد كده هضيفه عليها اهو. الجيلاتين ده ليه بقى؟ هو اللي بيمسك معايا قوام الموس بتاعنا. نقلب ونروح هناك، بصوا بقى الخليط عامل ازاي، سايل الجيلاتين سايل اهو، داب معانا عشان كده الميه زي ما قلت دافيه بتدوبه معانا اسرع. هنزل على الكراميل، جميل، وبعدين نقلب الاول ده كده تقليبه يدوب مع بعضه الجيلاتين مع الكراميل كده. بعد ما يدوب معايا خالص هنزل عليه بايه بقى؟ بالخليط بتاع الكريمه زي ما عودتكم، واحده واحده، ما بنزلش بالكريمه كلها مره واحده عشان يفضل الهواء الموجود جوه الكريمه المخفوقه زي ما هو. بصوا الخليط بقى عامل ازاي؟ طبعا كانت الكراميل كان متجمد تمام. ناخد شويه الاول ونقلب التقليبه دي علشان بس يتماسكوا مع بعض بالراحه. حلو قوي. بعد ما بقلب التقليبه دي كده يتماسكوا مع بعض بنزل بقى بكميه الكريمه اللي انا عايزها لغايه ما اخد القوام اللي انا عايزه والشكل اللي انا عايزه تمام التمام، وبعد كده نحشي بيه على الاسبونش بتاعنا اللي احنا عملناه، هوريكم دلوقتي تمام اهو. حلو، شايفين؟ هزود كريمه تاني، جميل، وبعدين نقلب. ما تخافوش بقى، المعلقتين ثلاثة اللي أنا بحطهم في الأول هم بيربطوا لي، فبعد كده بقلب ما مانيش خايف بقى تمام التمام أهو، لغاية ما الخليط يبقى كله زي ما أنتم شايفين كده متجانس وماسك نفسه ما يبقاش سايل. حلو كده. زي ما قلنا باخد ديسك الاسبونج في الفورمة بتاعتي أهو، وتحتها بلاستيك عشان أعرف بعد كده أتحكم فيها، وبعد كده أصب عليها الخليط ده يتجمد معانا يبقى بالشكل اللي هنشوفه حالا دلوقتي تمام اهو. بسم الله. بصوا بقى الخليط بنملى، ما تخافوش، ونسويها ونحاول برضو نخبط عليها كده عشان ما يبقاش فيها فراغات. زي ما قلت لو عايزين تحطوا في كاسات مفيش مشكلة، في كوبايات تمام. خلاص كده، مستعجل بحطها في الفريزر 45 دقيقة، مش مستعجل بسيبها في التلاجة تقعد على الأقل 4 ساعات في أزيد، ممكن 5 ساعات، ممكن أبيتها من بالليل مفيش مشكلة، بتتجمد بتبقى بالشكل اللي هنشوفه حالا. أمسح إيدي بس وأرجع لكم. ده بعد وده قبل، ده قبل وده بعد أهو، جميل، ده متجمدة أهي معانا تمام التمام. أنا بقى عايز أعمل لها توبنج من الكراميل نفسه، توبنج من الكراميل نفسه. بعمل ايه؟ بنجيب هنا على النار كزرونة دي بقى اهو، ومعلقتين جيلاتين وشوية مية بالراحة،
معلقتين من الجيلاتين عليهم معلقتين ميه اهو او ثلاثه وعليهم معلقتين جيلاتين بدوبهم مع بعض. جميل. واحده واحده بقى. وبعدين هناخد معانا مضرب وناخد كوبايه من الكراميل ده، او لو انا عايز احط الكراميل السايح اللي هو لسه عامله مفيش مشكله، بس انا بوريكم الطريقه. الجيلاتين على النار يدوبوا، بسخن لغايه ما يدوب خالص. تمام. ده هنعمله زي المروار بالظبط على الوش بتاع الموس بتاعنا عشان يديني شكل هتشوفوه دلوقتي. حلو قوي. الجيلاتين ده اهو وبدا يسخن معانا، هنزل عليه بالكراميل اللي لسه معمول حالا. يلا بينا. كل الكميه. كل الكميه. تمام. وبعدين نقلب. يغلي غلوه واحده بس، يغلي غلوه واحده بس، وبعدين اسيبه لما يبرد خالص يبقى بالشكل ده. شايفين قوامه ده بعد ما برد خالص الجيلاتين مع الكراميل، وده وهو لسه بيغلى على النار كل حاجه طبعا. ده شكله النهائي. حلو. لازم اسيبه درجه الحراره بتاعته تبقى ما يبقاش سخن. ده وهو لسه بيغلى اهو، ده عباره عن صوص كراميل عليه معلقتين جيلاتين وشويه ميه، وده شكله النهائي الاثنين جنب بعض اهمت عشان نجيبهم لكم من فوق ونتفرج عليهم. وده هيتصب وبعد كده هنقدمه، يبقى روعه الروعه. تمام. حلو كده. يبقى ده قبل اهو، ده قبل ما يبرد اهو، وده بعد ما برد. ولكن طبعا كل ما بيغلى على النار بيتقل اكتر واللون بيتغير اكتر، بس طبعا انا حبيت اوريكم كل التفاصيل معانا. هناخد كده هنا ونقول بسم الله وننزل بالمعلقه كده في النص، مش عايز اكتر. ليه؟ لان ده فيه جيلاتين انا عايزه يتجمد معايا، مش عايز اغرقه خالص. طبعا احنا حطينا الموس بتاعنا زي ما قلنا.